أهلا بكم. في المحاضرة دي هندي مقدمة عن النمذجة والمحاكاة. بنلجأ للنمذجة والمحاكاة لما بنتعامل مع منظومة أو سيستم، سواء من حيث التصميم أو من حيث التشغيل. عايز أصمم أجزاء المنظومة، عايز أصمم المنظومة ككل بكفاءة وفعالية، يبقى لازم أعمل نمذجة ومحاكاة للمنظومة دي. عايز أدير المنظومة بشكل ناجح، يبقى هحتاج نمذجة ومحاكاة للمنظومة. عايز أحسن أداء المنظومة، يبقى لازم أعمل نمذجة ومحاكاة للمنظومة اللي بين إيديا دي. طب إيه هي المنظومة؟ What is a system؟ السيستم ده أي مجموعة من الكومبوننتس، من العناصر اللي لها علاقة مع بعض، interrelated components acting together to achieve a common objective. يبقى لازم المنظومة دي يكون لها هدف، هدف مشترك يهم كل الـ individuals الموجودة في المنظومة دي، مهما كان نوع المنظومة دي ايه. المنظومة دي لازم يبقى لها مدخلات معينة inputs بتدخل الباوندري بتاعت المنظومة، وبعد كده بتتفاعل الـ inputs دي مع الـ components أو الـ individuals بتاعت الـ system، وبيطلع الـ output بتاعي، الـ objective بتاعي بيتحقق. مش لازم يبقى output واحد، بيبقى outputs متعددة. وبداخل المنظومة بيكون في process أو مجموعة من العمليات بتتم داخل المنظومة دي. يبقى كده من التعريف ده، يبقى أي نوع سيستم يدخل تحت الأمبريلا بتاع تعريف السيستم. يدخل في التعريف ده size بتاع السيستم، سيستم كبير، النيتشر طبيعة السيستم، الفانكشن الوظيفة المحددة للسيستم بيعملها السيستم، الكومبلكسيتي درجة التعقيد بتاعت السيستم ده. ما دام قلت سيستم وحطيت كده براكت حوالين السيستم، او حطيت مستطيل حوالين السيستم، يبقى كده في باوندري للسيستم، في حدود للمنظومة دي. طب مين اللي بيحدد الباوندريز؟ الموديلر بقى، الراجل اللي بيتعامل مع السيستم ده، عايز يعمل له موديل، هو يحدد الباوندري، يعمل زوم ان على حتة معينة واللي هي دي السيستم، او يعمل زوم اوت ويقول انا هاخد دي ودي مع بعض، يبقى هما دول السيستم بتاعي. انا بحط كده باوندري حوالين السيستم، بقول ده السيستم، ده السكوب بتاع الاستادي. بتحدد ازاي؟ طبقا لاهداف الدراسة، انا عايز ادرس ايه في السيستم، عايز اصمم ايه، عايز احسن اداء ايه بالظبط، المشكلة في انهي اريا بالظبط، يبقى انا اعمل فوكس عليها. هو ده السكوب بتاعي، احدد السكوب بتاعي على السيستم قبل ما ادرسه. A common technique can be used to treat them. ممكن يبقى في تكنيك مستخدم لحل او للتعامل مع سيستم معين، طبيعة سيستم معين. ممكن التكنيك ده يستخدم للتعامل مع سيستم اخر، الاقي دول مشتركين في بعض الاشياء. ممكن اعمل انالوجي بين السيستم ده والسيستم ده، وبالتالي استخدم نفس التكنيكس اللي استخدمت في السيستم. اختيار الانبوتس والاوتبوتس ونوع البروسيس او الديفينيشن بتاع البروسيس ده بيعتمد على الغرض من الدراسه. انت عايز تدرس او تعرف السيستم ده، يبقى لازم هتقول ايه الانبوتس اللي تهمني. ممكن يبقى فيه انبوتس كتيره جدا للسيستم، بس طبيعه الدراسه تقول لي لا، انا مش هتعامل مع كل الانبوتس، هتعامل مع الانبوتس اللي تخصني، اللي هتفيدني في الدراسه. في variables كتيره موجوده في السيستم، فانا هتعامل مع الـ variables اللي تخدم الدراسه بتاعتي. يبقى لازم في البدايه احدد purpose of the study، انا بدرس السيستم ده ليه، وبالتالي هعرف الـ output بتاعي او الـ outputs الموجوده في السيستم، وكذلك الـ inputs. عشان اتعامل مع اي سيستم، لو اتعاملت معاه كله كده بحذافيره وخدت كل حاجه في الحسبان معايا، هلاقي فيه complex system مش هقدر احله بقى. لو جبت ماثيماتيكال موديل
نموذج رياضي هلاقيه معقد جدا، يبقى كده انا مش قادر احله، صعبت على نفسي الدنيا. فبعمل ايه؟ بحط assumption، والassumption ده الافتراضات اللي انا بحطها دي لازم تكون تخدمني، ما تأثرش على الاوتبوت بتاعي، على الاناليسز. لازم يبقى السيستم capable يغطي الدراسة او البروسيس اللي انا بدرسها. وبالتالي ممكن نفس السيستم ده موديلر معين ناظر له من زاوية معينة هيحدد inputs معينة، ممكن موديلر اخر يحدد inputs مختلفة عن inputs دي. الموديلر الاولاني هيحط assumption معينة، الموديلر التاني هيحط assumptions مختلفة عن assumptions اللي وضعها الموديلر الاولاني. يبقى دي الحاجات الامبليكيشنز اللي احنا طلعناها لما عرفنا كلمة system. What is a system graphically بقى؟ ادي السيستم اهو، ليه باوندري، في باوندري للسيستم، الاوفال شيب ده دي الباوندري، وبعد كده في انبوت للسيستم ده مدخلات، في اوتبوت تخرج من السيستم. كل ما يتخطى حدود المنظومة داخلا للسيستم ده انبوت، كل ما يتخطى حدود المنظومة خارجا من السيستم ده output. لازم يبقى في goal او objective كل الانديفيدوالز اللي موجودة داخل السيستم تحقق الهدف المشترك ده، تحقق الجول ده. كذلك السيستم ده مش موجود لوحده معزول، لا ده في systems تانية، في environment، يبقى في environment خارج الباوندري. كذلك السيستم ده في subsystems، هاخد elements مع بعضهم ويبقى في subsystems. واهم حاجة الاسهم المحطوطة دي الـ individuals دي بتتفاعل مع بعضها interact، مش كل واحد لوحده، لا ده في تفاعل، في interaction ما بين كل member من members بتوع السيستم والاخرين. يبقى اذا السيستم ليه inputs و outputs و process. الانبوتس احيانا بيسمى اكسايتيشنز، خصوصا المودلرز بتوع الكنترول، فبيسموا الانبوتس اكسايتيشنز. الانبوت او الاكسايتيشن ده عباره عن سيجنالز ذات كوز تشينجز ان ذا سيستمز فاريبلز. السيستم ليه فاريبلز معينه، الانبوتس دي لما تدخل داخل السيستم فبتغير في متغيرات السيستم. بمثلها عبارة عن الأرز، الأسهم دي داخلة إلى السيستم. الأوتبوت أو الأوتبوتس أو بالمودلرز بتوع الكنترول بيسموها ريسبونس أو ريسبونسز. دي عبارة عن الفاريبلز بتاعتي عايز أحسبها، لما أنا دخلت الإنبوتس دي قيمة الأوتبوتس قد إيه؟ الريسبونس بتاعي قد إيه؟ استجابة السيستم ده للإكسايتيشن اللي أنا عملته ده قد إيه؟ وبعبر عنها بأسهم خارجة من السيستم. والسيستم نفسه أو البروسيس أو البروسيسز اللي داخل السيستم عبارة عن relationship between the inputs and outputs، العلاقة بين المدخلات والمخرجات، وبمثلها بالمستطيل كما هو موضح بالشكل ده. طبقا لتعريف السيستم لو بصينا للشكل المرسوم ده اقول لك يا ترى تفهم منه ايه. ممكن واحد يقول لك اه ده تانك فيه فلويد الليفل بتاعه بيتغير وفيه انبوت وفيه اوتبوت، طب يا ترى ايه البوسيبل انبوتس؟ هتقول لي اه لازم الكلام ده الانبوتس يتحدد طبقا لطبيعه الدراسه، انا عايز اعمل فوكس على ايه، السكوب بتاعي ايه. اقول لك طب لو السكوب بتاعك فلويد ميكانكس، هتقول لي اه، اقول لك ممكن الانبوت يكون الفلو ريت، الفلو ريت اللي داخل قد ايه، الفلو ريت اللي خارج قد ايه، هتقول لي الليفل بتاع التانك بيتغير ازاي مع الزمن. طب هقول لك هتدرسه من الثيرمال بوينت اوف فيو، هتقول لي اه يا ترى التمبريتشر بتاع الفلويد ده هو داخل قد ايه، تمبريتشر هو خارج قد ايه. واحد تاني يدرسه من حيث الماتيريال بقى والكونسنتريشن،
يا ترى تركيز المادة المعينة دي، المادة الفلانية في الليكويد ده أو الجاز ده قد إيه في الانبوت، تركيزه هو خارج قد إيه، وهكذا. يبقى كده الـ possible inputs ممكن تكون annelid fluoride, temperature of entering material, concentration of entering material، وهكذا. دي مجرد examples. طب ايه some possible outputs بنفس الكيفية؟ level in the tank, temperature of material in tank, outlet flow rate, و concentration of material in tank. يبقى اذا مهما كان شكل السيستم زي السيستم الموضح ده، نقدر نعرف اللي موجود قدامنا ده بغض النظر عن تفاصيله. يا ترى ده ايه؟ ده سيستم. ليه؟ ليه باوندري. فين الباوندري؟ ترانسبيرنت اكريليك بوكس. في اليمنت، في اليمنت داخل السيستم ده زي ايه؟ شريمب الموجود في القاع. زي تاني؟ زي الووتر او اكس ووتر، موجود فيها بكتيريا، موجود فيها طحالب، موجود فيها مينرال. زي التريكس الموجودة دي، زي الساند، دي كلها ممبرز وإليمنتس دي السيستم. طب ايه الانبوت؟ ايه اللي ممكن يدخل السيستم ده؟ لو بصيت لقى السيستم ده فيه إضاءة، فيه لايت، فيه هيت، دي انبوت. طب ايه الاوتبوت اللي ممكن يطلع؟ ده فيه لايت كمان خارج، في حاجات منعكسة، في حاجات ليه الهيت خارجة من السيستم. اذا ده سيستم لي elements، لي inputs، لي outputs، لي boundary. وأهم حاجة في interaction، في تفاعل. يا ترى تفاعل ازاي؟ التويجز دي التربة بتاعتها رملية، رمل، في أملاح معدنية، في الإخراج بتاع الطحالب، البكتيريا والحاجات دي بتغذي twigs. في شريمب الكائن الحي الموجود ده بيسقط عليه heat، في light، في حاجات بيتغذى عليها. يبقى ده ال interaction ما بين ال elements وبعضها. يبقى ده system، مكونات system. ممكن نرسم ليه السيستم السابق ده كل الحاجات اللي احنا بنقولها في الديفينيشن بتاع السيستم. ال inputs light heat، output light and heat. system لي boundary، سميه بأي اسم ان شاء الله. حتى هولو هولو في environment، في ال elements الموجودة، bacteria، water، shrimp. في بقى ال interaction بقى، shrimp بتطلع أمونيا تاخدها ال water، الطحل بياكل يشرب، في بكتيريا، في اكسجين يطلع اكسجين كنبات يستفيد بيه الشريمب، الشريمب يطلع سي او 2 يستفيد بيه الجاي، وهكذا. اذا هذا سيستم. امثله حيه على السيستمز، البتري، البطاريه، سيستم كامل متكامل مكونه من عناصر انود كاثود acid و other components. ال components دي بتتفاعل مع بعضها عشان تحقق لي الهدف من البطارية، وهي تحويل الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية. طب البطارية دي ممكن اللي احنا قلنا عليها system تبقى subsystem في السيستم الكهربي الموجود في العربية. هتبقى ال elements بتاعته هنا بقى البطارية، generator lamps، وهكذا، وتحقق لك ال objective بتاعك. Transportation company بقى، شركة كاملة بتملك البطارية بالعربية بكل ما فيها، تكي transportation company بيه الناس اللي شغالة فيها كمنظومة. يبقى كده فيه human elements بتاعتها، buses، drivers، stations، وهكذا. Achieve common objective، الobjective بتاع تحقيق أو تقديم خدمة النقل للركاب والشحن بالفعل.
الـ hierarchy of science، يا ترى الساينس ده من حيث التعقيد أو الرقي؟ نقول أول حاجة في القاعدة عندنا الفيزيكس، أرقى منها كيمستري، بعد كده بيولوجي، بعد كده سايكولوجي، بعد كده سوشيولوجي. طب يا ترى انت هتدرس انهي سيستم في دول؟ انت بقى الاوبزرفر، انت الموديلر، انت اللي تحدد يا ترى هنعمل سكوب على ايه. هدرس العلاقات الاجتماعيه، هدرس السيكولوجي بتاعت الموظفين في المنظومه بتاعتي، هدرس البيولوجي، هدرس حاجه في الكيمستري، هدرس حاجه في الفيزيكس، ولا هدرس ايه بالظبط؟ من ضمن السيستمز المشهورة سايبرنيتكس، السيستم اللي لها فيدباك سيستم أو نيجاتيف فيدباك سيستم عشان يحصل البالانس، زي الاير كونديشنر والثيرموستات والهرمون بالانس سيوديشن. على سبيل المثال الاير كونديشنر بتظبط الجول بتاعك، عايز درجة الحرارة تبقى 25، وبالتالي يحصل كومبنسيشن، عضلات بتاع السيستم تشتغل والإفكتور عشان توصل لدرجة الحرارة 25. امتى؟ خلاص السيستم وصل لمرحلة البالانس، بيعمل نيجاتيف فيدباك، بيشوف الجول بتاعه تحقق، وصلت لدرجة 25، عشان افصل بقى اخلي الكمبريسور يريح شوية. او ثيرموستات، ظابط الثيرموستات بتاع السخان الكهربي للمية على 60 درجة، درجة حرارة المية دخلت عند 20، يبدأ الهيتر يشتغل. امتى يفصل؟ وصلت لحد 60، خلاص افصل. الهرمون بالانس، الهرمونات الموجودة في جسم الإنسان، أكلت كمية سكر فيفرز بقى، يفرز هرمون الأنسولين عشان إيه؟ يخفض نسبة السكر دي للنسبة المسموح بها في الدم، السيوديشن، التعرق، حد درجة حرارته عاليت. فالجسم عايز يعمل بالانس، درجة الحرارة يوصل ل37، فهيعمل ايه؟ يخلي الجلد يرطب، يعرق، عشان درجة الحرارة تنزل. حتى الأدوية بتاعت خافض الحرارة بعضها بيعتمد على الميكانيزم ده، خليك تعرق، وبالتالي الجلد يحصل فيه ترطيب، درجة الحرارة تنزل شوية، وهكذا. كل السيستمز اللي لها نفس الطبيعة دي فيها فيدباك بيسموها السايبرناتكس. طيب ايه هو الموديل؟ عرفنا ايه السيستم، وانا بعمل للسيستم ده ايه عشان اتعامل معاه كانجينير او كمودلر، يبقى بعمل له ابستراكشن بقى للسيستم، عشان ما اتعاملش مع السيستم ده بكل محتوياته بطبيعته اللي هي شغالة، اوقف كل حاجة وعايز ادرس حاجة معينة. لا، انا بلجأ للمودلينج، للنمذجة، بختزل السيستم ده لموديل. ايه هو الموديل؟ A model is a simplified representation or abstraction of reality، اختزال للواقع. الواقع ده معقد، عشان اتعامل معاه كنسخة بالكربون زي ما هو ده صعب جدا، خصوصا ان في بعض التفاصيل مش هتفرق معاه في الـ problem solving. انا عايز اركز بس على الـ variables او على الـ parameters اللي هتهمني في decision making، في اتخاذ القرار. كلنا تعرضنا للماثيماتيكال موديلنج. الماثيماتيكال موديلنج ده عبارة عن مجموعة من المعادلات الرياضية، زي مثلا differential equations، linear equations، non-linear equations. دي بتوصف السيستم كعلاقة بين المدخلات والمخرجات. لما درسنا في الرياضيات بنقول ان في حاجة اسمها دالة، لها اوتبوت، متغير تابع ومتغير او متغيرات مستقلة، تحط قيم للمتغيرات المستقلة تطلع لك تحسب قيمة المتغير التابع. ده mathematical model or mathematical equation. دي بتوصف لي behavior بتاع السيستم. يهمني احط mathematical model لما اتعامل مع الموديل ده mathematical، او مع السيستم بالموديل، طريقة الموديلنج بيه mathematical موديل، عايز ديفولب ماثيماتيكال موديل، يبقى هيبقى عندي مجموعة من الايكويشنز.
طب الموديل ده هستخدمه في ايه؟ هستفيد ايه لما اعمل موديل؟ ده ممكن اعمل بالموديل ده محاكاة سيموليشن، ممكن اعمل بريدكشن او فوركاستنج طبقا للموديل ده، ممكن اعمل دياجنوزس، ممكن اعمل سيناريوز، ممكن اعمل ديزاين، ممكن اقيس البرفورمانس، ممكن اشوف البرفورمانس انديكيتورز المؤشرات بتاعت الاداء اخبارها ايه لو غيرت في الانبوتس او عملت ستيمولاي للانبوتس. ممكن اعرف باستخدام الموديل ده ان انا اصمم كنترول سيستم الموديل، اجيب له بقى ترانسفير فانكشن، وبالتالي اشوف يا ترى انا هستخدم كنترولر نوعه ايه، وكل الاليمنتس بتاعت الديزاين للكنترول سيستم هتبقى بانهي شكل بالظبط. وبالتالي عشان اعمل المودلينج دي عندي الواقع، فبعمل له كاني بعمل انكودنج للواقع ده، وبدخل في فيز تانية اللي هو الموديل فورميليشن، وبتعامل مع الموديل، وبعد ما احل الموديل ده اخد امبليكيشن واعمل ديكودنج بقى، اروح للريل سيستم اللي انا عامل عشانه الموديل ده، واشوف يا ترى احل المشكلة دي ازاي، احسن الاداء ازاي، اتنبأ ازاي. كيفية التعامل مع المنظومات مع السيستم؟ الطريقة اللي قلنا عليها دي وما تنفعش معانا، ان انا بقى هجرب على الاكشوال سيستم، الاكشوال سيستم زي ما هو، فبجري عليه تجارب معينة experiment with actual system، او هقول انا اعمل experiments with model of the system، هعمل التجارب على الموديل، انا مش هعطل خط الانتاج عشان اجرب فيه حاجة معينة وقلت اغير الماكينة دي بماكينة تانية اسرع يحصل ايه في خط الانتاج، لا ده انا بعمل abstraction للبرودكشن لاين ده على موديل واعمل عليه experiments، مش هروح ليه السيستم ده اللي هو لسه ما اتعملش اللي انا بصمم فيه ومش موجود وعايز اوجده الاول واعمل عليه تجارب اشوف هل ينفع السيكونس ده ولا ما ينفعش. لا انا بعمل الاكسبيرمنت على الموديل. طب ايه انواع الموديل بقى؟ ده في الفيزيكال موديل، ممكن اعمل بروتوتايب صغير يحاكي الموديل او يحاكي السيستم الواقعي ده واعمل عليه اكسبيرمنت، او اختزل السيستم ده رياضيا في ماثيماتيكال موديل واتعامل مع الماثيماتيكال موديل بسيناريوز، وبالتالي اقدر اعمل سيموليشن ماثيماتيكال موديل ده، ممكن احله بقى باناليتيكال سوليوشن لو حله سهل اطلع اكزاكت سوليوشن ابروكسيمت سوليوشن، او لو حل شبه مستحيل استخدم بقى سيموليشن. طب السيموليشن ده في حالة مثلا الكنترول سيستم ممكن احله بقى في التايم دومين، فريكوانسي دومين، او هايبرد دومين. طب عرفنا المودلينج ايه السيموليشن، وايه سر اقتران المودلينج بالسيموليشن، او سر اقتران السيموليشن بالمودلينج، وتذكر كلمة مودلينج وبعدها كلمة سيموليشن. السيموليشن بيكون عندي سيستم، السيستم ده بحاول اقلد السيستم بعمل له ميمك، وبالتالي هحصل على سيستم مقلد او على موديل مقلد للسيستم الواقعي بسميه سيموليشن موديل، وبعد كده بعمل بقى اكزكيوشن على السيموليشن موديل، بس لازم اضمن ان السيموليشن موديل ده يحاكي بدرجه كبيره، يبقى لازم اعمل فاليديشن يحاكي بدرجه كبيره السيستم الواقعي، وبالتالي النتائج اللي هحصل عليها بعد الاكزكيوشن للسيموليشن موديل هيكون موثوق فيها بدرجة كبيرة، وبالتالي أقدر أحصل على استنباطات واستنتاجات أقدر أطبقها على الريل سيستم. وجود الكمبيوتر سهل عملية السيموليشن، فبعمل كمبيوتر سيموليشن أقدر أعمل رنز عدة مرات عند اختلاف الانبوتس. السيموليشن في بلاك بوكس سيموليشن وايت بوكس سيموليشن، وجهة النظر بتاعت بلاك بوكس وايت بوكس. وايت بوكس انا شايف اللي جواه وعارف ايه اللي بيحصل من جوه، بلاك بوكس مش عارف ايه اللي بيحصل من جوه، زي وجهة النظر بتاعت السيارة
من حيث راكب السيارة الغير متخصص فنيا في علم السيارات، كل اللي يعرفه ان العربية دي يمسك الطارة بتاعتها يمين يبقى يمين، العربية تدخل يمين، شمال تدخل شمال، يضغط على دواسة البنزين العربية تمشي، يضغط فرامل العربية تقف وخلاص، يبقى بالنسبة له العربية بلاك بوكس. لكن نفس السيارة دي تعتبر وايت بوكس لمهندس سيارات أو ميكانيكي، عارف إيه اللي بيحصل لما يضغط على دواسة البنزين، إيه اللي بيحصل لما يضغط على الفرامل، إيه اللي بيحصل لما يسمع صوت معين في السيارة. كذلك في simulation models ممكن يبقى في باكج معينة، ببني السيستم، بحط الانبوتس وبعرف وبعمل رن ومش عارف ايه اللي بيحصل داخل السيستم المبني ده او داخل السيموليشن موديل. وايت بوكس، هبني السيستم عارف ايه اللي بيحصل لما اضغط رن، الفاريبل الفلاني بتبقى في الاول قيمته كذا وبعد كده القيمه بتاعته بتتغير وبعد كده بدخل في لوب شكله كذا لحد ما احصل على نتيجه معينه. ففي بلاك بوكس وفي وايت بوكس سيموليشن. مقارنة سريعة بين الموديلنج والسيموليشن. الموديلنج عبارة عن مجموعة من المعادلات، يبقى أنا ماثماتيكال موديل بيوصف الـ behavior بتاع السيستم، يبقى a model describes the mathematical relationship between inputs and outputs. مجموعة من المعادلات الرياضية فيها مدخلات ومخرجات المنظومة. السيموليشن، ده أنا بستخدم بقى numerical simulation، بقى بستخدم الموديل الماثماتيكال موديل عشان اشوف الريسبونس بتاعي الاوتبوت بتاع السيستم عند different situations، عند different excitations، عند different inputs، وبعمل محاكاه بقى للسيستم الواقعي من خلال الموديل. اكزامبل بسيط جدا، عندنا problem كره تسقط، a ball falling from a height of 100 meters. عايزين نعمل ايه؟ يبقى لازم احدد السكوب ده السيستم بتاعي هدرسه عشان اعرف ايه؟ عايز اوجد او اعرف mathematical model that describes the behavior of the falling ball. طب ايه الاوبجيكتيف بتاعتي؟ When does the ball reach ground؟ عايز اعرف يا ترى البول دي هتوصل الارض امتى؟ بعد كام ثانية؟ What is the impact speed؟ ده هدف أنا عايز، أو سؤال أو question عايز أجاوب عليه، يا ترى الـ impact speed عند اللحظة دي قد إيه؟ هنعمل إيه؟ modeling. قبل modeling أحط بقى assumptions، ممكن تحط assumptions عشان تبسط على نفسك، تقول مثلا ههمل مقاومة الهواء، assumption. تعالوا بقى نعمل modeling. هقول initial position، دي parameters او المعطيات بتاعتي، initial position 100 متر، initial speed 0، location near sea level، دي بقى assumption، the only force acting، القوة الوحيدة اللي بتأثر على الكورة هي قوة الجذب، يبقى كده بهمل مقاومة الهواء، وبالتالي اقول x عند time 0 ب 100، x اللي هي distance، v عند time 0 ب 0، السرعة الابتدائية velocity بزيرو. والموديل بتاعي هيبقى معادلة تفاضلية dv by dt بيساوي سالب 9.8، أو dx by dt بيساوي v of t، وعندي x عند 0 ب 100 و v عند 0 ب 0، يبقى كده ده الماثيماتيكال موديل. لو عملت سوليوشن ماثيماتيكال موديل تحل المعادلة التفاضلية دي، يبقى x of t بيساوي 100 ناقص نص في 9.8 تي سكوير تي تايم، في اوف تي بيساوي سالب 9.8 تي. كده حليت الموديل الرياضي. لو حبيت اعمل سيموليشن بقى، استفيد من الموديل ده واعمل سيموليشن، يبقى اجرب بقى الانبوتس بتاعتي كانت مين، المتغير المستقل بتاعي هو مين، الزمن، اجرب عند ازمنه مختلفه واشوف الريسبونس. الاوتبوت بتاعي الهايت بالمتر، هلاقيه بدات ب 100 نزلت
90 80 70 وهكذا لحد امتى؟ لما اوصل بقى الارض يبقى زيرو، الهايت بزيرو. اشوف بقى السرعة بتاعتي قد ايه والزمن بتاعي قد ايه، يبقى the ball reaches ground at t، الزمن 4.5 سكند، والسرعة عند الزمن ده 44.3 متر بير سكند. طيب تعالوا بقى نتغاضى عن الأسامشن اللي كنا حاطينه اللي هو إهمال مقاومة الهواء معانا. هناخد مقاومة الهواء في الحسبان، برضو هنحتاج أسامشن. يا ترى هتعرف مقاومة الهواء دي رياضيا ازاي؟ هقول مثلا drag force تتناسب مع مربع السرعة، وبالتالي هقول resistance كفورس بتساوي ثابت في مربع السرعة cv square، والسي هسميه drag coefficient. وبالتالي المعضل في الحالة التانية مش هيبقى بقى dv by dt بيساوي سالب 9.8، لا سالب 9.8 زائد c over m v square، ودي x by dt v of t. x عند الزيرو ما زالت الباوندري او الانيشال كونديشن زي ما x عند الزيرو ب 100، v عند الزيرو بزيرو، وابدا اسولف واشوف يا ترى الزمن بتاعي يطلع قد ايه والسرعه النهائيه قد ايه. الماثماتيكال مودلز نحصل عليها ازاي؟ ايدنتيفيكيشن، بعرف بقى، بعمل فورميليشن او اجيب علاقه بين الحاجات دي اكسبيرمنتالي، بعمل اجري تجارب، بجمع بيانات، بعمل فيتنج للديتا دي بحيث تبقى موديل، وبعد كده بعمل فيريفيكيشن للموديل. الموديلنج theoretically construct simplified version using idealized elements، يبقى بستخدم عناصر زي السبرينج ماس موديل او سبرينج ماس سيستم، بستخدم اقول في سبرينج في داشبوت، دي الاليمنتس اللي بتعامل معاها لو منظومه ميكانيكيه، منظومه كهربائيه بقى elements عندي resistance مثلا، مكثف، ملف، وهكذا. وبعد كده اشوف القوانين الحاكمه العلاقه بين العناصر دي او الفاريبلز دي وبعضها. بعد كده بعمل combination للelements laws دي مع الانتراكشن لوز عشان احصل واوصل للموديل بتاعي. دي الايدلايزد elements زي ما قلنا، لو بعمل موديل مثلا لسياره معينه درايفر راكب فوق وبعد كده في السيت، وبعد كده عشان اعبر عن المرونه الموجوده في السيت ده او العناصر المرنه بي سبرينج. كذلك الدامبنج بعبر عنها بي دامبر، والشاسيه العربيه، وبعد كده برضو في elements تحت الشاسيه في السوسته بتاعت العربيه، في الداشبوت او المساعد بتاع العربيه، بعد كده الويل نفسها تحت الويل اكسل في الاطار او التاير بتاع السياره. هقول كله مرن يبقى بعبر عنه بسبرينج. يا ترى الانبوت بتاعه السيستم ده ايه؟ ممكن تكون طبيعه الطريق هي الانبوت، لما تتغير بقى البروفايل بتاع الطريق يا ترى الريسبونس بتاعها هيكون الديسبليسمنت مثلا على سبيل المثال بتاعه الكرسي اللي قاعد عليه الدرايفر قد ايه. يبقى كده استخدمت سمبليفايد اليمنتس عشان اقدر احصل على الموديل. اتمنى تكون المحاضره واضحه، واشوفكم ان شاء الله في محاضره اخرى. شكرا لحسن استماعكم.